وانا فين من الليل، والايام دي كانت غايبه عني فين. كنت فين وانا فين جيت منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا قعدتنا احنا الاثنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن، ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامه، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي ازيك يا راجل عامل ايه، انت وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده. ده مين؟ ده جرجس. مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية؟ اما جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ اما هي كده عايزة تبقى جرجس بالعافية؟ اما هي دي الأخرى فيها فصال؟ اتفضل مع السلامة. هو جرجس؟ يلا بقى امشي، اتفضل امشي من هنا. حاجة عجيبة. ناس بقت غريبة. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه. روح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي بدا طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله، لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله بستين نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس 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 حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس يا. انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك اخ بولس. انا مش بولس يا حضرت. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخصمه. مخصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس، هو بولس وبين التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، انا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال. حبيبي تعالى في حضن يا شيخ بلال. حبيبي حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بلاش من كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا شيخ بلال؟ يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن خمس دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ أيوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا سبحان الله، شفت يا ابو اسلام، شفت الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه. شفت جبروته؟ شفت قوته؟ اهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا؟ عشان تبقوا تصدقني، عشان تبقوا تصدقوني كلكم، انا ما بفتريش على حد. اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا. عيب يعني؟ ما حدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه، دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العمارة يا ويليام، ده وش الفساد. يا اخوانا انا ما اقدرش، الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العمارة. هو مين ده اللي ترميله عفشه وتطرده بره العمارة يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع، اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العماره غصب عنكم وعن خلفوكم. اتكلم كويس يا عم مصطفى. اخرس يا انت، لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا نيلادك؟ تعالى ما يصحش. قوم قوم.
اهم جم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهد يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ ما تسال بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم؟ اخلص، انت بتشيل بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه، ما يصحش كده. الله يسلمك. شكرينا يا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة. لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا أخويا جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايدة يا ماتيلدا. بعد اللي حصل ده ملناش عاد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص. ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعه بنته. وممريم هتوحشني قوي. انا حبيتها زي ما تكون اختي شقيقتي بالظبط. جورج الجوهرجي وابنه هما السبب، هما اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ ماما بدها توحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جاره زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وطاقي، عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيرته. على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر ان قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. في الواقعة اللي احنا فيها دي؟ كلمته يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا حبيبي؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جنيت بنت وليام شحات. فرغت يا عم حسن. كلمت عيل سمسار صاحبي، شاف شقه اول داير محرم بأوضتين وصاله ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي ما لقيت لنا شقه؟ يا عم مرقص اقعدوا مع بعضيكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانيه. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يا
يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم علامه مسجله. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش في الباميه، ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت، اعملوا كابانيوت بعد الملوخيه كابانيوت. هكا علي انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كله ما بشوفه بموت على راحتي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي؟ ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لا قرآن وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده بديع، هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سألتنيش. ده ايام العصر الجميل. هو نجيب الريحاني كان مسيحي؟ ايوه. ماليش أمل في الدنيا دي غير إن أشوفك بتهني، حتى لقيت إني بعدي راح يسعدك بعيد عني. مريم انا عمري ما عرفت.